الآن تسميع المعاني يا شباب لدرس سهلة. حماس الحياة. نعم، معنى نهلك يا إثارة. تموت. ممتازة، معنى نهلك نموت. القمر بتاعي النهاردة بسملة الجميلة. ما معنى الوعي؟ حضرتك كنت وياي بس ما معنى الوعي؟ يعني الوعي، الفهم والإدراك. برافو عليك يا قمر، ممتازة. طيب لو سألت شام وقلت لشام الجميلة، ما معنى ترشيد؟ ترشيد حسن الاستخدام. برافو. آسر، ما معنى الإحباط؟ آسر ما بيردش، يا آسر عم يا مس ما معنى الإحباط يا آسر؟ ليه؟ الإحباط كانت عائدة من الحفل تشعر بالإحباط، معنى الإحباط؟ قولي يا هدى، معنى الإحباط؟ الحزن واليأس. برافو عليك. يلا يا هدى السؤال اللي بعده. ما معنى إهدار؟ إهدار، نعم، تضييع. برافو عليكي، تضييع. يوسف الجميل البطل بتاعنا يوسف، نعم، ما معنى بنيتي؟ يا بنيتي، ايه بنيت بنيتي، معنى بنيتي ايه يا يوسف؟ بنية معنى بنيتي، بنيتي نعم، طب نشوف يوسف عصام، عارفها يوسف عصام؟ معنى بنيتي، يوسف عصام معنى بنيتي. طيب تيم، معنى بنيتي ايه يا تيم؟ الميز اصلا مش موجودة في الكتاب اصلا. طيب ضيفوها للمعاني عندكم واكتبوا بنيتي ابنتي الصغيرة، معنى بنيتي ايه يا شباب؟ انا كنت هقول ابنتي يا ميس اصلا. ابنتي ماشي، الصغيرة. طيب تمام، ابنتي الصغيرة. طب قول لي يا تيم، ما معنى افتخر؟ افتخر. نعم، مش موجودة برضو انا ولا موجودة؟ مش موجودة يا ميس. افتخر، اعتز واتباهى، معنى افتخر. طيب معنى الإسراف يا تيم؟ الإسراف، التبذير. برافو عليك، التبذير. كده معايا يوسف عصام، عايز ياخد معنى يوسف. يوسف، ما معنى تدون؟ يوسف عصام قافل المايك ومش بيرد. معنى ايه؟ تدون، لو انت تكتب او تصد. برافو عليك، شطور، ايه الجمال ده كله. يلا يا شباب هاتوا الكتاب كده معايا. مش نعم، صفحة كام يا مس؟ ليش ما احنا عشان نفس امبارح من البداية؟ بداية ايه يا شام؟ احنا هناخد من ال... النهارده، نعم، طيب نعم يا شام، مش ناس امبارح أخذنا أنواع أقسام الكلمة. تمام ماشي. هناخد بس النهارده، مش هناخد المراجعة النهارده، هناخد جزئية تانية مهمة خالص، تمام وبعد يا كده مس. نبقى نكمل المراجعة، ماشي؟ الدرس اللي بعديه يا مس نشيد النص الشعري بتاع بلادي إسلام. برافو عليك.
بس قبل ما ناخد بلادي الإسلامي هناخد سريعا كده حاجة اسمها كتابة سردية، كتابة مطوية. اسمها ايه يا ولاد؟ كتابة مطوية. مطوية. يعني ايه مطوية يا شباب؟ يعني هي عبارة عن ورقة مجزأة لأجزاء، عبارة عن ايه؟ فيها نصيحة وفيها معلومات عن شيء معين أو عن موضوع معين. هو ده شكل المطوية يا شباب. صفحة كتاب، صفحة كتاب، صفحة كام يا هشام عندك في الكتاب الجديد عشان دي نسخة معايا القديمة؟ 30 جنيه، كام؟ سمعتي مش تستجيجة، صفحة 72. 72 يا شباب، 72 الكتاب، صفحة 72 72 النسخة الجديدة. النسخة الجديدة صفحة 72. يعني ايه مطوية؟ بص يا شباب، تعالوا الأول نكون جمل عن الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا. احنا شايفين هنا دي شكل الرسمة بتدل على الجراثيم، يبقى دي ايه؟ النظافة خير ايه؟ خير وقاية. أني واحدة اللي بتدل على النظافة خير وقاية؟ الصورة اللي هي الثالثة، بتاعت الجراثيم ولا اللمبة ولا آخر واحدة؟ آخر واحدة. برافو عليكي يا شان. كوكب الأرض يستغيث، كوكب الأرض يستغيث، الصورة دي بتدل على الأولى، إيه؟ على الأولى، الكوكب. برافو، إن كوكب الأرض يستغيث من الجراثيم ومن الوباء الموجود عليه، مع لترشيد الكهرباء، هو صورة لمبة. تمام، تمام يلا يا يا يوسف. اقرأ الجمل الآتية واكتب أمام كل جملة الهدف منها. نعرف الهدف من الجمل دي ايه؟ أول جملة يا بسملة، احرص على ممارسة الرياضة بانتظام. دي معلومات ولا تخيل وإقناع ولا نصيحة؟ عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن نصيحة. طيب نصيحة يا مس، ماذا لو أصبح الجميع كسالى ويعانون السمنة؟ يلا يا إثارة، هتكون إيه؟ نعم يا مس، حاضر. تخيل وقتنا، برافو عليك، تخيل وإقناع. برافو برافو برافو، نكتب عندها كده يا ولاد، تخيل وإقناع. ميس نعم، أنا معاك يا شباب. ثانية واحدة، نكتب هنا في تاني واحدة يا ولاد، تخيل وإقناع. بنكتب يا أدهم، أدهم يلا اول يا ميس أدهم، بكتب ميس رقم 3 اقرأ يا أدهم وقولي الإجابة هتكون إيه. سليم. طيب، الرياضة أسلوب الحياة. نصيحة، لا غلط، احنا اخترنا نصيحة في أول واحدة يا أدهم. لا، معلومة برافو أو عليك، معلومات. معلومات. طيب السؤال اللي بعده، هدى، إن ممارسة الرياضة تنشط الجسم وتحميه من الأمراض. يبقى مش المفروض دي أول، عنوان، المفروض دي بقى يا أدهم اللي معلومات، لكن الرياضة أسلوب حياة دي تبقى عنوان يا أدهم، صح؟ لأن العنوان بيكون قصير، يتكون من كلمتين أو ثلاثة ليس أكتر. تمام يا حبيبي، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الهدف، وأول حاجة اتكلمنا عن أول جزئية يا شباب اسمها الغلاف، يعني اسم الغلاف. يبقى المطوية بتتكون من غلاف زي ما احنا قلنا كده، يعني يعبر عن الصورة. غلاف عبارة عن جملة وصورة. تاني جزء من المطوية عبارة عن جمل، نصيحة، تخيل، يعني نعمل إقناع، مطوية مثلا، معلومات. نعم، يعني حضرتك بتقولي إن احنا نعمل مطوية؟
ايوه ليش هنعمل عادي؟ مطوية. ليش بصوا بس بقى عادي؟ يا شام، صوتك قطع. عادي نسوي مطوية أو مفيش طلبتي مشكلة. منا. ايوه ماشي، نعمل نشاط مطوية ونعمله ونرسله. بص يا شباب، تسوس اسنان الاطفال بيقول حدد النصائح. ايه ده؟ يعني المطوية ايضا بتتكون من نصائح. بتتكون من نصائح، يبقى هي بتتكون من غلاف فيه صورة وفيه عنوان، بعد كده نصائح ومعلومات وحقائق وعنوان، بعد كده نصائح. نصائح زي ايه يا هدى؟ تسوس اسنان الاطفال، نقول لهم ايه؟ تناول الطعام الصحي ولا استخدام الفرشة والمعجون، الإقلال من الحلوى، الانتهاء من الواجبات. ايه النصائح في دول يا هدى اللي نقولهم عشان تسوس الأسنان؟ يا هدى افتح المايك. طبعا ايه يا شباب؟ يلا ناس ايه النصائح اللي نقولها على تسوس الأسنان يا هدى؟ نعم نعم ايه النصائح اللي نتكلم عنها عن تسوس الاسنان؟ تناول الطعام الصحي تبقى معانا ولا مش معانا؟ نعم ناس ناس يا هدى انت سامعاني؟ ايوه سامعاكي. طيب يا جميل، بصي يا هدى، السؤال بيقول ايه؟ ان انت تقولي تحددي من النصائح اللي موجوده قدامك دي لو لقيتي شخص قدامك سنانه فيها تسوس، تمام؟ ايه النصائح من دي اللي انت هتنصحي بيها؟ تناول الطعام الصحي دي مناسبة ليه يا هدى؟ مناسبة نصيحة مناسبة ولا لأ؟ مناسبة طيب تمام، يبقى طبعا هننصحه بيها. طب استخدام الفرشة والمعجون يوميا، النصيحة دي تهمه؟ أيوة تمام. طيب الإقلال من الحلوى، النصيحة دي تهمه؟ أيوة طيب الانتهاء من الواجبات دي تهمه؟ أيوة لا. ايوه ايه الاقلال من أه لا الواجبات؟ ايه علاقه الواجب بقى والمذاكره بتسوس الاسنان؟ لا لا مش مهمه. تمام، يلا السؤال اللي بعده. تراكم الكمامه في الشوارع يا اولاد، تمام. يلا تعالوا، مين هيقولها معايا؟ اللي هيقولها معايا تيم. يلا يا تيتومي، وضع صناديق للكمامه في الشوارع. صح يا ميس. تمام. غلق المصابيح الكهربائيه. غلط فرض غرامات على من يرمي الكمامة في الشوارع. صح وضع لافتات تشجع النظافة. صح برافو عليك. يبقى دي ميس بنسميها نصائح. عرفنا ازاي بنقدم النصائح يا ولاد في المطوية؟ اتفضلي يا عرفني شام، ميس قولي يا جميل. ميس في صفحة 75 فيها بنقدر نسوي مطوية. تمام. طيب بصي بقى، هاتولي الصفحة اللي بعدها دي موجودة عندكم، يلا هاتوها. هو ده بقى يا شباب شكل المطوية. بص، عبارة عن 4 أجزاء كده، بنجيب ورقة ونقسمها بالمسطرة 4 أجزاء، 4 عواميد. أول عمود، ثاني عمود، العمود الثالث، العمود الرابع. كل عمود من دول يا يوسف بيكون عبارة عن إيه؟ أول واحد بيكون في عنوان وصورة، بيتكون من ايه يا ولاد؟ عنوان وصورة. تمام. تاني جزئية بتكون اسمها هل تعلم أن، بس وبيتحدث بيتش بيقول كام؟ معلومات عن الموضوع. نعم يا بسملة. صفحة كام يا مس؟ 73 73 يا بسملة. عبارة عن أداة اكتساب المعرفة، طبعا هنا بيتكلم عن القراءة، إن هي أداة اكتساب معرفة ومهارات بتحسن طريقة التفكير وتصحح وجهات نظر الآخرين، تحسن من المهارات وهكذا. طيب آدم، الجزء الثالث يا آدم في المطوية بيكون عبارة عن إيه؟ أسلوب تخيل وإقناع، إن هو بيبدأ يتخيل ويقتنع. ماذا لو توقف الأطفال والشباب والكبار عن القراءة؟ أسئلة بقى. الجزء الثالث ده بيكون التخيل والإقناع، ده الواحد بيسأل نفسه ماذا لو أصبح الناس جهلاء؟ لو توقفنا مثلا عن القراءة
برافو عليك. والكتابة يا مس لو سوف أغلفت المكاتب يبقى العنصر ده اسمه ايه يا آدم؟ أسلوب ايه؟ تخيل سلبي. واقتناع، اسمه ايه يا آدم؟ تخيل واقتناع. برافو عليك. الجزء الرابع يا شباب بيكون يجب علينا، ما يجب علينا أن نقوم به؟ العودة للقراءة، إن إحنا نعود ونقرأ ونخصص وقت ومكان محدد للقراءة للاستمتاع بما نقرأ. ليه يا شباب؟ ده ليه؟ يجب علينا ليه؟ لأن القراءة بتكون عبارة، بتجعل الإنسان راقيا، لديه أخلاق، مزدهر بالعلم والمعرفة. وده العنصر الرابع بنسميه نصيحة. يبقى عناصر المطوية يا ولاد هي عنوان، معلومات، أسلوب تخيل وإقناع، نصيحة. يبقى إيه هي عناصر المطوية؟ قول لهم لي يلا يا أدهم، عناصر المطوية يا أدهم. أدهم قول لي عناصر المطوية. معلش بس امسك التطبيق العنوان والمعلومات والفيديو تخيلوا واقنعوا. برافو عليك. محمد سمير، عناصر المطوية ايه يا محمد؟ عنوان بيكون فيه اسم الموضوع وصورة بتدل عليه وبتعبر عنه. معلومات يا محمد، أسلوب تخيل وإقناع، نصيحة. قول لي يا محمد سمير ايه هي عناصر المطوية؟ يلا حبيبي. العناوين، العنوان. برافو. العنوان، معلومات، أسلوب تخيل وإقناع، نصيحة. برافو عليك شطور. طيب يلا يا شباب، بيكون بقى تحت كده في تحليل للمطوية عبارة عن ايه؟ زي ما زمايلك قالوا، زي ما محمد سمير قال، العنوان كتبنا طبعا، القراءة حياة زي ما احنا شرحنا، المعلومات بنكتب كل المعلومات الموجودة في العمود الخاص بالمعلومات، أسلوب التخيل هكذا، والنصائح اللي بعدها يا ولاد صفحة 74 عندكم اكتبوا عليها واجب. 74 واجب. تمام؟ مس تمام؟ صفحة 75 من الكتاب فيها تحت تحليل يا عناصر مس المطوية ثانية يا مس، مكتوبة أم المطوية مش مكتوبة. طب صوري لي الصفحة يا كده. مس دي تانية حصة يا مس طيب يا مس. وداخلين يا مس على 74. طيب يا حبيبي، احنا خدنا النهاردة المطوية يبقى احنا كده يا مس هنخلص الكتاب في ان شاء اول يا الله. مس اسبوعين. قولي لي يا شام، مش موجودة المطوية دي عندك يا شام صح؟ هنزل والله يا شباب الكتاب بس مش لاقي النسخة. خلاص يا مس انا ابعت الصفحات. خلاص تمام، ان شاء الله هنزل لكم النسخة النهاردة. دورت عليها مس كتير الصبح بس ما انا تلاقيهاش. بعت لك الصفحة الموجودة تمام، بعتيها فين؟ على جروب. جروب طيب تمام، انا دي صفحة ايه، 75؟ لا، الواجب عندكم في الكتاب 74 يا شباب. تمام، نسمع اللي قلت عنها بأول الحصة. نعم. مع ال قول ايه يا جميل؟ 74 يا شباب، الواجب 74. من شو اللي قلت عنها بداية الحصة؟ اه يا جميلة، هي دي اللي انا قلت عليها دلوقتي. اه، عن النشاط اللي احنا قلنا عليه. لا، انا عايزة نشاط بقى يا توت، عايزاكي ترسمي لي حاجة جميلة كده.